اللي كانت دايما بتميز فريق الجونه ونفس اسلوب التسجيل. هم يعني بص يا كابتن هنا شايف الاحمر قريب من بعض يعني 3 4 متر يعني نفس اسلوب التسجيل الاثنين من تسديده ومن التسديده خارج المنطقه من اللعبه الثانيه. تمام يعني برضو دكتور احمد اهم الارقام اللي انت شفتها النهارده ايه؟ اهم الارقام بالنسبه طبعا للاعبين اكتر رقم مميز لمروان محسن ان انت تفوز بتنزل 16 دقيقه نزل في الدقيقه 74 يعني لعب 16 دقيقه يفوز بسبع التحامات رقم مميز جدا ده يمكن اول رقم مميز. تاني رقم ناصر ماهر لاول مره من فتره بيروح على المرمى 5 محاولات على المرمى منهم واحده صحيحه اللي هي جت هدف. فده برده رقم مميز جدا. من الارقام برده المميزه اللي احنا قلناها جونيور اجاي بيصنع 3 فرص رقم مميز جدا ده 3 فرص في ثلاث فرص في الاخر برده خلي بالك ودي برده من الحاجات المميزه ليه في دوري ابطال افريقيا تحديدا لان احنا مش معانا جرالدو فهتبقى الاجنحه بتاعتنا مين حسين الشحات ورمضان هتحتاج واحد معاهم كمان لا قدر الله يحصل اصابه يحصل اي حاجه فهترجع اجاي ورا وهيبقى قدام مروان وازارو لما يرجع فدي استفاده كبيره جدا لان عشان ماتشات دوري ابطال افريقيا عشان جرالدو مش هيبقى معانا مش موجود طبعا. برضو من الارقام المميزه النهارده بناء الهجمه من الخلف ويمكن رقم حلو او مميز جدا لعلي معلول بنى 15 هجمه من ورا رقم كويس جدا ان العيد يبني من تحت او يديك 15 تمرير طولي طبعا رقم كويس جدا. من الارقام برضو المميزه علي معلول اكتر لاعب عامل كرات عرضيه في الماتش عامل 11 عرضيه ده رقم كويس جدا. برضو من الارقام كظهير يعني علي معلول مش كاسم كلاعب بيطلع يعني بيديك عرضيات كلاعب بيلعب ضربات ركنيه بيلعب ضربات ثابته هو يعني اصبح علي معلول الموسم ده هو مفتاح لعب النادي الاهلي في كل حاجه في الضربات الثابته الضربات الركنيه هو يعني لا النادي الاهلي يملك مفاتيح كثيره جدا في هذا الموضوع طبعا لا انا بتكلم على حته العرضيات حته الضربات الثابته الضربات الركنيه احد مفاتيح اللعب احد مفاتيح اللعب. برضو من ضمن الارقام برضو المميزه يمكن اكتر لاعب عامل مراوغات ناجحه رمضان صبحي عامل 3 مراوغات جيرالدو في الوقت الضيق اللي لعبها الوقت القليل اللي لعبه حصل على 3 فاولات 3 اخطاء ده برضو بياكد ان الراجل كان بينزل يعدي ويراوغ محطه بيجيب لك فاولات في حتت مؤثره دي برضو من الارقام المؤثره. يمكن اكتر النهارده لاعب قطع كرات سعد سمير قطع 17 مره رغم ان هو اتطرد الا ان هو برضو عمل مباراه كويسه جدا. ايمن اشرف الرقم المميز بتاعه ان هو اكتر لاعب عمل تاكلينج صحيح لعيب بيلعب بروح عنده شخصية النادي الأهلي دايما بشوف أيمن أشرف عنده حتة الشخصية بيلعب بروح وقتالية عالية جدا أكتر لاعب عامل تاكلينج صحيح هو أيمن أشرف عامل 4 تاكلينج يمكن دي الأرقام المميزة لعيبة النادي الأهلي النهارده. الأرقام اللي مش مميزة قوي أجاهي في الالتحامات الهوائية ما كسبش ولا التحام فده بيأكد إن هو عشان كده لاسارتي راح منزل مروان عشان يكسب هو الالتحامات علي معلول كان واضح إن في فكرة إن علي معلول بيلعب التمرير الطولي من ورا لمروان محسن هو اللي بيحضر الهجمة لأن أجاي ما كسبش ولا التحام. برضو من ضمن الأرقام السلبية يعني هشام محمد عدد تمريراته كان قليل جدا النهارده برضو حتة التمرير الطولي كان قليل فيه ده من ضمن الأرقام السلبية النهارده. تمام كابتن فتحي برضو الناس بتتساءل يعني هو ما بنخش برضو نبص